السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي جمال من كورس الأندرويد بلغة الكوتلان. إن شاء الله درس النهاردة هنضيف الإعلانات لداخل التطبيق. طبعا يعتبر خلصنا التطبيق بتاعنا وكان فاضل الإعلانات ورفعه على المتجر جوجل. طيب، أول حاجة في موضوع الإعلانات، في شركات كتير جدا بتقدم لي خدمة الإعلانات. عندي منها جوجل وهي الأشهر، وعندي فيسبوك، وعندي شركات أخرى. أنا بفضل إن احنا نستخدم جوجل وهي الأشهر وأفضل تقريبا الشركات بالنسبة للأرباح. طيب، جوجل مقدمة الخدمة ديت عن طريق أد موب. تمام، هتخش على admob.google.com، تمام، وهتفتح الصفحة الخاصة بالأد موب. ولو طبعا المفروض يكون عندك حساب لجوجل وحساب الجيميل، تمام. طيب لو ما عندكش، هنعمل ساين اب، نعمل حساب جديد. تدخل بياناتك بالشكل دوت. طبعا اكيد ان انت عندك حساب جديد، اكيد ان انت عندك حساب، تمام. فانا هعمل حساب سريعا الشرح. هتلاحظ ان هيظهر لك في جوجل اد موب ان عندك الايرور دوت. غالبا ان هو بيقول لك ان يور جوجل اد اكاونت از نوت اكتيف، فهتضغط على كاستمر اي دي، هيفتح لك الصفحة ديت. بيقول لك لو انت ليك ويب سايت هتحطه هنا، تمام، وتقول له كونتينيو. خلاص، لو مالكش هتقول له اسكيب من هنا. طبعا هتدخل باقي المعلومات، العملة اللي انت عايز تتعامل بيها او عملة بلدك. بعد كده سيف اند كونتينيو. بعد ما تخلص، تمام، هتعمل هنا ريفريش، ترجع تاني للapps.move.com. تمام، قال لي welcome to AdMob. اوكي، تمام، هتختار الكانتري، البلد بتاعتك، تمام، احنا ايجيبت. وتنزل تحت تقرأ الاتفاقية، بعدين I have read and agree، تمام، بعدين create AdMob account. طبعا هنا بيقول لك we can also send you more types to help، يعني هيرسل لك ميلز عشان يساعدك في او اقتراحات لمساعدتك في الحساب. هتقول له next. هنا هتدخل له الموبايل علشان تعمل verify للاكونت او تفعيل للاكونت، فتدخل الهاتف بتاعك. طبعا اول حاجه بتدخلها، بتدخل المفتاح الخاص بالبلد بتاعتك، اللي هو مثلا بلس بالنسبه لمصر يعني بلس 2 0. بعدين تختار تكست مسج او فويس كول، هيعمل معاك اتصال لو فويس كول، او تكست مسج هيبعت لك اس ام اس، هيجي لك رساله، هتدخل البن اللي في الرساله، هتدخله بالشكل دوت وتقول له verify. تمام، success. بعدين هنضغط على continue to add move. كده عملت الحساب بتاعك الخاص بالإعلانات للموبايل أو الأبليكيشن بتاعتك، تمام، والحساب فتح معاك بالشكل دوت. طيب أول حاجة هتعملها، هتضغط على apps و add your first app. بعدين بيقول لك انت عامل publish للاب بتاعك، يعني انت ناشر الابليكيشن الخاص بيك على جوجل بلاي او الاب ستور الخاص بجوجل. فلو انت نشره هتحدده، لو انت مش نشره هتقول له نو. تمام، الاب نيم
هتحط مثلا ابلكيشن، الابلكيشن بتاعنا كان سي بلس بلس، تمام، ونوع الابلكيشن هو عبارة عن اندرويد. بعدين نضغط اد، بعدين نضغط نيكست بالشكل دوت. بعد كده هنختار من هنا نوع الاعلان بتاعنا. عندنا 3 انواع في ادموب، اول حاجة البانر، تمام، وتاني حاجة الاعلانات البينية، تالت حاجة الريورد. الريورد اللي هي الإعلان بالمكافأة، تمام، مثلا يشوف فيديو، فلو انت عندك لعبة مثلا تديله نقاط او كلام دوت. والإعلانات البينية الإعلان اللي انت بتشوفه لما بتيجي تنتقل من صفحة مثلا لأخرى، بتلاقي إعلان بملء الشاشة بيظهر بالشكل ده، والبانر اللي هو اللي انت بتشوفه تحت. تعالى نشتغل على البانر حاليا، نضغط سيلكت على البانر، بعدين هنيجي هنا الاد يونت. الاد يونت انت بتديله اسم للبانر بحيث بعد كده تبقى عارف الاعلان اللي في البانر، مثلا في الصفحة الرئيسية نكتب له الصفحة الرئيسية مثلا او الهوم، خلاص تبقى عارف الدخل بتاعه الخاص بالبانر ده. بعدين نضغط create add unit، تمام كده عمل لي create. هتلاقي في step 2 بيقول لك follow the banner implementation guide. دي هو عامل لك الطريقة اللي احنا هنضيف بيها البانر الى الابليكيشن بتاعنا. نفتحها في صفحة مثلا اخرى بحيث نشوف ازاي نضيفها مع بعض. بيقول لك اول حاجة خالص implement جوجل SDK add، هتروح على الصفحة او الملف .xml اللي انت عايز تضيف فيه البانر، وهتضيف بالشكل دوت البانر. تعال نشوف المكتبة الاول المفروض ان احنا نضيفها، تمام. هنروح على get start، بعدين اول حاجة بيقولك اتأكد ان في البيلد دوت جرادل، الجوجل والجي سنتر موجودين. لو رحنا على الابليكيشن بتاعنا على البيلد دوت جرادل هتلاقيهم موجودين في الريبوستريز، تمام. طيب تاني حاجة بيقولك حط المكتبة الخاصة بالادز، هناخدها كوبي ونروح على الابليكيشن بتاعنا، ونروح على البيلد دوت جريدل الاخر اللي هنا اللي هو اب موديول اب. هنيجي في المكتبات بتاعتنا تحت ونحطها بالشكل دوت، احنا خدناها كوبي بس بالشكل ده، ونعمل سينك ناو بحيث ينزل المكتبة بتاعتنا. هيعمل لها داونلود، لازم يكون عندك انترنت بحيث يعمل داونلود للمكتبة. بعد كده بيقول لي روح على الاندرويد مانيفست دوت اكس ام ال وحط الميتا داتا. الميتا داتا ديت هناخدها كوبي بالشكل دوت، وهنروح على الابليكيشن بتاعنا ونفتح الاد المانيفست اندرويد مانيفست. بيقول لي حطها داخل الابليكيشن، هنيجي هنا تحت الابليكيشن ونحطها بالشكل دوت، تمام. هنا اد موب اد اي دي هنجيبه من، نرجع تاني، هتلاقي عندي هنا الاد اي دي، هناخد دوت كده كوبي، نروح على الابليكيشن بتاعنا ونغير ال اد اب اي دي بالاب اي دي، تمام. بعد كده نرجع تاني نمشي على الستبس. هنا بيقول لي بعد كده شوف لو انت عايز تضيف بانر، فهتضغط على implement a banner، تمام. هنا بيقول لك روح بقى لل XML ونضيف الوحدة الاعلانية، ناخدها كوبي بالشكل دوت، بعدين هنروح على ملف ال XML الخاص بالتصميم بتاعنا اللي فيه الفريم اللي هو الكونتنت،
تمام الكونتنت هوم. طيب ده كان في الهوم فريم، احنا هناخد الجزء اللي تحت الهوم فريم، فهنشيل من هنا، اكبر لك شويه، هنخليه مش مربوط من الاسفل بحيث نحط تحته الاعلان. هنيجي على الكود وفي اسفل الفريم نحط الكود اللي احنا لسه واخدينه باست بالشكل دوت، تمام، وهنغير الاد يونت دوت، هنغيره بالاد يونت بتاعتنا، الاد يونت هنا اللي هي دي، ناخد كوبي نروح على الابليكيشن ونغيره بالشكل ده. ده الرقم الخاص بالوحدة الإعلانية دي. طب نرجع تاني للديزاين ونحط الإعلان، نثبته في الأسفل من اليمين واليسار بالشكل ده، ونثبت فيه الهوم فريم من الأسفل في أعلى الإعلان، ونشيل البيتنج على المارجن سوري، وهنا نشيل المارجن بالشكل ده، ونخليه العرض بتاعه ماتش كونسترينت بالشكل ده، تمام. تعالى كده نشوف هي الستيبس كده خلاص. هننزل تحت لغاية لود ان اب، تمام. بيقول لي علشان تعمل لود لل يعني تشغيل للوحدة الإعلانية محتاجين نضيف المكتبتين دول في أعلى الملف الخاص بالتصميم، يعني التصميم ده الكونتنت هوم بيتحكم في الاكتيفيتي او الهوم اكتيفيتي، تمام. فبيقول لي حط المكتبات هنا في الامبورت، تمام. هنروح ناخدهم كوبي ونروح نحطهم هنا، موجودين عندي اصلا، نضيفهم نحطهم بالشكل ده، تمام. بعد كده بيقول لي داخل الكلاس هنحط الفار واسمه ام اي دي فيو، هنروح على الاندرويد ستوديو، داخل الكلاس هنحط الفار بتاعنا، اخر حاجة هناخدها كوبي مع بعض ونروح على الاندرويد ستوديو ونحطها داخل الاوني كريت تحت السيت كونتنت فيو، هنا نحطها باست بالشكل ده، تمام. طبعا الكود الاولاني ان هو بيشير الى الوحدة الاعلانية عن طريق الاي دي، لان الاي دي لو رجعنا كده هتلاقي الاي دي الخاص بيها اللي هي اد فيو، تمام، بحيث يقول له ان الدنيا مربوطة بالوحدة الإعلانية ديت، تمام. وهنا بيعمل لها لود وبيرسل لذلك لود اد الاد ريكوست. طيب تعال نعمل ران ونشوف نتيجة الكود بتاعنا، هتلاقي المساحة الإعلانية تحت بيضة بالشكل ده. طبعا هننتظر شوية، بعض الأحيان جوجل بيظهر فيها الإعلانات متأخر شوية، يعني أول ما تعمل حساب جديد أو وحدة إعلانية جديدة ممكن تقعد يوم قبل ما يظهر الإعلان، فما تقلقش. طيب علشان نتأكد إن الشغل بتاعنا تمام، هنروح نرجع تاني للبانر آد، هتلاقي في عندي جزئية كده ممكن أضيفها، الجزء ده او البانر اي دي دوت اقدر اخد كوبي، ده عبارة عن اي دي تيست من جوجل بحيث نتأكد ان الشغل بتاعنا تمام. هنرجع نغير الكود اللي في التصميم في الاي دي الخاص بالبانر، نحذفه ونحط الكود الاخر اللي هو التيست، بحيث نتأكد ان الوحدة الإعلانية شغالة، ونعمل run مرة أخرى.
لو الدنيا اشتغلت تمام وقال لي تيست نرجع نغيرها بالاي دي الخاص بتاعنا ومنستعجلش، هتشتغل ان شاء الله خلال يوم كتير جدا. تمام، تعال نشوف التطبيق. هتلاحظ كتب لي تيست اد وظهر لي الاد التيست تمام، يبقى الدنيا مشيت معانا كده تمام. طبعا هترجع تغير زي ما قلت لك الاي دي دوت بالاي دي الخاص بالبانر بتاعك اللي هو هنا. تمام، تعالى نراجع مع بعض احنا عملنا ايه. اول حاجة خالص اضفنا المكتبة في ال dependencies اللي هي الخاصة بالإعلانات، أضفناها هنا. بعد كده عملنا ساين ناو ورحنا على التصميم اللي احنا عايزين نضيف فيه الوحدة الإعلانية، أضفناها في الأسفل بالشكل دوت. تمام، وغيرنا الاي دي بالاي دي الخاص بالبانر بتاعنا. بعد كده رحنا للصفحة اللي بتتحكم في التصميم بتاعنا اللي هي الهوم اكتيفيتي، وأضفنا الفار دوت وأضفنا الثلاث سطور دول وقلنا بيعملوا ايه. تمام، كانت اخر حاجة خالص في المانيفست اضفنا الميتا داتا. تمام، وحطينا الفاليو هنا الاي دي الخاص بالحساب بالتطبيق بتاعنا. تمام، طيب كده وصلنا لاخر الحلقة. فكرك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.